هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة الكافر والصلاة عليه على صلاتهم وكذلك عند دفنه؟ لا، ما يجوز للمسلم أن يشيع الكافر ولا يحضر دفنه، لا يجوز هذا، تولاه قومه ومن على ملته. نعم. إلا إذا مات الكافر بين المسلمين وليس له أحد فهم يدفنونه في غير مقبرة المسلمين، يدفنونه في صحراء، يبعدونه عن البلد، لا بأس بذلك. نعم.